لو الحكاية فيها إن فيتو الراجل يضرب مراته لأي سبب؟ أعتقد لا، مش من حقه يضرب مراته لأي سبب نهائي. إهانة للإنسان، وبالتالي المرأة إنسان يحق لها ما يحق للرجل إلا أي شيء. يعني في مثلا سوء تفاهم بين الرجل ومرته أو في مشاكل بينهم، في 100 أسلوب ممكن يحلوا مشاكلهم فيه. في تفاهم بين حتى لو حصلت اختلافات هتكون في تفاهم بين الاختلاف ده ما يوصلش للضرب. ضد فكرة الضرب؟ لا، الضرب يعني وسيلة غير أدبية. ده بيبقى ضعف من الرجل، ضعف شخصية الرجل اللي هو بيمد ايده على زوجته، ده بيبقى ضعيف ومش بيعرف، ما عندوش الحكمة ان هو يتصرف في مواقف معينة. مثلا بيت اهلها عشان خاطر يكرمها، ما خدهاش عشان خاطر يهمها، وفي نفس الوقت هو مش هيقبل الموضوع ده على حد من اهله، سواء اخته او اي حد من اقاربه. يعني مهما كان السبب، مهما كان السبب يضرب ليه، هو اصلا اي حاجة في الاخير اظن فيها تفاهم. يعني